صباح الخير لكل متابعي محطة نور الشباب. نساء العالم أجمع بيستحقوا مستقبل متساوي خالي من التمييز العنصري والوصم المجتمعي والقوالب النمطية والعنف. مستقبل مستدام وسلمي بيتمتع الجميع فيه، نساء ورجال وأطفال، بالحقوق والفرص المتساوية. وحتى يتحقق هالشي من الضروري أنه نضمن وجود النساء على كافة الطاولات لصنع القرار بأي مكان تواجدوا فيه، ببيوتهم، بعملهم، بمراكزهم وبمجتمعهم. بالعام 2021 بيجي موضوع اليوم العالمي للمرأة، واللي بيصادف اليوم 8 أدار مارس تحت شعار النساء ودورهم القيادي، تحقيق مستقبل متساوي بعالم بيسوده جائحة كوفيد-19، وبيحتفي بالجهود الهائلة اللي بتبذلها النساء والفتيات حول العالم بتشكيل مستقبل بيتمتع العالم فيه بالمساواة على نحو أكبر، وعملهم أيضا على التصدي للجائحة والتعافي منها. كما بيسلط الضوء على العام على الفجوات اللي لا تزال بتتطلب العمل على سدها. الإنجازات اللي بتبرز دور المرأة والفجوات الكبيرة اللي بعد ما لها حلول والقوانين اللي يفترض أن تقر بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق المرأة. كل هالمواضيع رح نتناولها سوا مع المحامية ديالا شحادة. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. وعليك كمان. قبل ما ننتقل متر ديالا إلى المواضيع الحقوقية وحقوق المرأة المفقودة بهالوطن، رح نكون مشاهدينا مع زميلة غريس صليبة اللي معها أيضا امرأة استثنائية بهالنهار الاستثنائي. إليك غريس. لكن رح ننتقل إلى غريس. يبدو أنه غريس ما عم تسمعنا. بدي رحب بكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر شاشة نور الشباب. كلنا بنعرف انه نحن اليوم عم نحتفل باليوم العالمي للمرأة، يلي بنعومتها ورقتها ما بنقدر نعرف شو هي مهنتها. مريم طوق هي امرأة ببداية الثلاثينات من عمرها، هي أم لسبع أولاد وصاحبة ملحمة أو لحامة عم بتجرب قد ما فيها تمد يد العون لزوجها، وأوقات بتحل محله بالملحمة. كيف قادرة مريم توفق بين تربية سبع أطفال وعمل بيتطلب جهد رجال؟ رح نعرف سوا مع السيدة مريم طوق من منطقة بقنية. مريم أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أول شيء عارفين عن حالك، قد عمرك وبأي سن تزوجتي وكيف تعلمتي هذه المهنة الصعبة؟ أنا تجوزت كان عمري 17 سنة، صار لي 15 سنة مجوزة. أنا بساعد جوزي بالملحمة، وكتير بلاقيها مهنة إنه عادي. تعلمت هيدا الشيء من زوجك؟ ايه من جوزي تعلمته. نعم. مريم خبرينا كيف قادرة اليوم تقسمي مهامك بين البيت وبين الملحمة؟ هذا الشيء بيتطلب جهد كبير، بتعب وبكون تعبانة، بس بجد بقسم وقتي. وين أكثر العمل بياخذ وقت، بالملحمة أو بالبيت؟ بالبيت أكثر، بالبيت تعب أكثر نفسي وجسدي، هون جسد ما بيتعب. خاصة مع سبع أطفال، خبرينا شو الصعوبات يلي بتواجهيها؟ كثير بيتعبوا السبع أطفال إنك تحاوري معهم، بدون وقتهم، بدون، هذا اللي بيعذبني أكثر شيء، بدون اهتمام، بدون كثير أشياء، مشان هيك بتعب مع الأولاد أكثر نفسياً. بدي أفكر إنه هي حكيت معه، هي ما حكيت معه، هذا نقصه شيء، هي ما نقصه شيء، هذا اللي بيعذبني أكثر شيء. هيدا اللي كنت بدي اسالك اياه، هل بوقت من الاوقات بتحسي بالذنب انه انت ممكن تكوني مقصره مثلا مع اولادك لانك عم تعطي وقتك للملحمه؟ لا، انا مش مقصره مع اولادي، يعني اذا خيروني ملحمه او اولادي يمكن بترك شغلي هون وبطلع لعندهم، ما بقصر معهم. انا اوقات اللي بكونوا بالمدرسه بكون انا بالملحمه، اوقات اللي بكون عندهم درس انا مع اولادي، اوقات اللي بدهم شيء اولادي انا حد اولادي اكثر.
مريم بالمجمل الناس تتوقع وقت تفوت على الملحمة تلاقي رجل بالداخل، اليوم كيف بتكون ردة فعل الناس لما تشوف امرأة عم تشتغل هالمهنة اللي كتير صعبة؟ مش كل العالم بتتقبل انه يكون في مره عم تشتغل باللحمه. اول ما يفوت الزبون اذا كان في مره عم تشتغل بينقذ، انه انت رح تعرفي تعطيني، انت قادره انك تشتغلي، قادره تحطي، بس بلش اشتغل وشوف كيف بشتغل. بينصدم، بصير يقول لي ليش مثلا انا هيك مزبوط، بصير يخبر حوالي انه كيف تشتغل، معقول مره بتشتغل وهيك، بصير ينصدم، بيعرف انه انا صرت كثير بعرف باللحمه لدرجه انه انا محل اللحام، بس انه قليل العالم اللي بتتقبل وخصوصا الرجال، كثير النسوان. حتى مش بس باللحمه، مثل ما عرفنا انه كمان بتحضري مونه، خبرينا اكثر عن هالشيء. المونه انا كثير بحب لانه انا بنت جبل ومعودين على هذا الشيء. كل الصيفيه بتروح انا بين الملحمه مونه وخضر، نحن بنجيبهم من الضيعه من عندنا، كلهم بحضرهم. عندنا مواشي اللبن واللبنه وكل شيء من عندنا، ف مونهم كثير للشتاء وبيعملهم كمان. يعطيك ألف عافية. طبعا اليوم مريم المرأة مطلوب منها تهتم بشكل الخارجي وتكون يعني جميلة من الخارج. برأيك هل هيدا الشيء هو الأهم بحياة المرأة أم أنه عندها مسؤوليات أهم بكتير؟ كتير مهم أنه المرأة تهتم بمظهرها الخارجي، بس متطلبات الحياة والركض قدام الأولاد والتعب قدامهم وهيك بيخليها تخفف. هذا شيء مش صح، بس كمان منه شيء أساسي الخارج، بس أنه قدام العالم هيك تكون مرتبة حلو، بس أحلى قدام أنه تركضي. أوقات ما أنا ما بكون كتير عندك وقت لحالك لأنك تهتمي بحالك، تهتمي بشكلك، تفضلي أنك تهتمي بولادك، تهتمي بشغل جوزك، تكون إنسانة تسيء أكتر. مريم كلنا بنعرف انه مريم العذراء هي السيده الاعظم بالعالم، قد ايه هي اليوم مثال لك وقدوه بحياتك كرمال دائما تكوني عم تتحدي الصعاب وتقوي ايمانك وتثابري رغم كل الصعوبات يلي بتواجهيها. مريم العذراء هي مثلنا، ونحن من اول ما تجوزت انا نحن اختينا، هي الام، هي اللي هي بديرتنا على الطريق المزبوط. ولا مرة كنا نحن نعمل شيء بلا ما نطلب معونتها. أهم شيء بحياتنا هي مريم العذراء، وهي اللي خلتنا نعمل عائلة كبيرة ونحب الشغل ونتعب كرمالها ونسندها وتسندنا، هي نسند هالعائلة بمشورتها وهي شو بتقلنا، نتبع تعليمها. ممكن نشوف كيف بتقطع اللحمة كرمال المشاهدين يعرفوا كيف المرأة بتقدر تأدي مهام كتير صعب الرجل هو بيأدي. خلينا نقطع اللحمة بس نفرج المشاهدين انه المرأة قادرة تعمل عمل الرجل. نقدر نعمل شو ما بدنا باللحمة، هاي اللحمة بتزبط لكل شيء، مثلا فينا كفتة، كبدة، تابلة، نعم، فينا شيلة على الشلش، كل شيء صار نقدر نعمله. هل اليوم بتربي أولادك وبتعلميهم على تحمل المسؤولية؟ يعني اليوم مهنتك قديه هي مثل مصدر قوة لأولادك تيعرفوا أنه ما في شيء صعب ممكن يقدروا يعملوا؟ أكيد أنا بضل علم أولادي أنه إيد واحدة ما بتزقف، إذا ما كنا كلنا حد بعضنا، وكلنا حتى أولادي بخليهم يكونوا يساعدوني، يقفوا حدي مثل ما أنا واقفة مع بيهم، هن كلنا واقفين مع بعضنا كرمال المشاركة، المحبة، يحبوا بعضهم، يتشاركوا ويتساعدوا. كتير بحب ربي أولادي على المبادئ، كمان مثل ما علمنا، يعني نحن مسيحية مثل ما علمنا يسوع، يعني ضلنا نحب بعضنا ونتشارك ونتساعد. الله يخلي لك ياهن. شو بدك حضر لك؟ شو بدك؟ شو عبيك؟ أنا ما بدي أخذ كتير من وقتك، رح نختم معك. اليوم شو بتوجهي رسالة للمرأة كرمال تضل قوية، وشو ما صار معها تكون قدها وتكفي بإيمانها ويكون عن جد عندها ثقة إنه المستقبل بإيد ربنا؟ المرأة بتقدر تعمل كل شيء، بس بدها شوية ثقة بنفسها، وبدها تكون قوية هي قد حالها، وما في شيء صعب لا على المرأة ولا على حدا. وفيها تمسك المرأة كتير، فيها تمسك بطيختين بإيد واحدة، مثل أنا في أمسك عائلتي، في أمسك ملحمتي، في أمسك الإدارة، يعني قادرة المرأة تكون موجودة وفعالة بهذا المجتمع،
فخليها تكون قوية ومتكلة على حالها، وإذا وقعت ترجع توقف تقوم حالها، ما حدا بيقومها، هي تقوم حالها وتشد على حالها. واليوم بنتك الوحيدة على 6 شباب، شو بتقولي لها؟ بقول لها هي أحلى بنت عندي، هي عطية أول شيء، هيدي أحلى شيء وأكبر شيء. بقول لها كمان تشوف أهلها وتشوف جدودها كيف ماشيين وربيانين وهيك، وكمان مع جوزها إن شاء الله بالمستقبل تكون كمان إيد واحدة ويبلشوا من الصفر، ما إنه عيب إنه إنسان يشتغل ويتعب. ميريام، أنا بدي أتشكرك وبدي أقول لك يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بتضلي بهالقوة وبهالهمة دائما. نعم، نحن كمان بدورنا بدنا نعيد كل امرأة اليوم باليوم العالمي للمرأة، ونقلها خليكي صبورة وخليكي قوية، وما في شيء ممكن يوقف بوجهك. عودة لكم على الاستوديو. شكرا لك غريس، يعطيك العافية. يعني متر ديالا، شو تعليقك على هالفيديو؟ شو تعليقك على هالامرأة اللي مستعدة توقف حد جوزة وتساعد جوزة؟ يعني ما عندنا هالصورة النمطية انه المرأة عم تشتغل كالحامة، معودين انه الرجل هو يكون موجود بالملحمة. اليوم شو تعليقك هيدا؟ اكيد بنعرف انه باليوم النساء العالمي مفروض تكون تخطينا كل هالحدود. بعتقد انه ما في وظائف خلقت لتكون وظيفه للرجل، او وظيفه وجدت لتكون وظيفه للمراه، حتى بالجهه انه بتتطلب جهد جسدي. يعني الوظائف اللي من هيدي النوع اللي بتتطلب جهد جسدي، الزراعه على سبيل المثال نسبه النساء فيها كثير كبيره كمزارعات، صار في عندنا سائقي سيارات نساء، صار في عندنا مهندسين ميكانيكيات سواء مهندسين او خبره فنيه او علم، يعني ايا كان مستواهم كميكانيكي او غيرها، صار موجود نساء بهذه الوظائف، وما يعني ما بتتطلب هاي الوظائف اكثر من المعرفه بالوظيفه، العلم يعني، والخبره ايضا لها. طبعا بالنهايه الانسان سواء كان رجل او مراه، اذا كان جسديا مش قادر على وظيفه مش راح يستمر فيها. يمكن ما في كثير جزارات يعني لحامات، مش معودين نشوف لحامات، شفنا اليوم لحامة، بس لازم كمان كتير ننتبه نحن وعم نسأل هاللحامات عن موقعهم بالمجتمع، انه ما نرجع ناخدهم لمكان انه هل اهم شكلك او مهنتك، هل اهم بيتك بمعنى اولادك ام مهنتك، لانه الموضوع مش موضوع مفاضلة. صحيح. الانسان في عنده شخصيته اللي بدها تنمى عبر مهنته، عبر دوره بالمجتمع، حتى لو كان دور المرأة لسبب أو لآخر اختارت أنه يكون تربية الأولاد اللي هو مهمة كتير كتير كبيرة، هي بتكون تخلت هون عن شغلة واحدة بس، عن حقها بأنها تتقاضى أجر لقاء عملها. لأنه حتى تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل هو عمل مأجور. صحيح. إلا لما يكون هي الأم أو الزوجة، مثل ما الرجل عمله خارج المنزل مأجور، المرأة عملها في المنزل. هيدي الامرأة عندها 7 أولاد، يعني ما هي جاوبتك، قالت لك يعني بالبيت أصعب. أصعب أوكي، لأن اختارت يكون عندها عدد كبير من الأولاد طبعا، والظروف الاقتصادية ما سمحت لها يكون في حدا عم بيساعدها لقاء بدل، وأصعب أيضا لعدم التوازن بالشراكة الزوجية اللي هي التعاون، من أجل ما يكون حدا عليه أعباء أكثر من الثاني، سواء كانت هذه الأعباء داخل أو خارج المنزل. فبعتقد أنه نحن صار ورانا كمجتمع لبناني تحديدا، صارت ورانا قصة انه المرأة وانخراطها بسوق العمل، وهل في سوق محرومة هي منه او سوق نمطيا محصور بالرجل او لا. نحن تجاوزناها برأيي بالمجتمع اللبناني، ولكن امامنا هلا تحديات بعد موجودة اكبر، مثل حقوق لصيقة بالمرأة اكثر من حقها بالعمل، اللي هي الجنسية على رأسها، المنح الجنسية لزوجها ولأولادها، واللي هي أيضا المشاركة السياسية بالمجالس المنتخبة بالبلد. صح. اليوم قبل ما نفوت شوي على هالحقوق اللي عم منطالب فيها كامرأة، حضرتك أيضا امرأة ومنخرطة بشكل كبير بالمجال الدفاع عن حقوق الإنسان ككل، يعني مش عم نحكي فقط الامرأة إنما عم نحكي عن حقوق الإنسان، شو الصعوبات يعني هيك اللي واجهتك بهالمهنة؟ شو اللي عانيتي منه لا قدرت توصلي لهون؟ ودايما يعني منلاقي انه اذا كانت قوية شوي المرأة، في نظرة انه افشو قوية هالمرأة، لك كيف عم تحكي او لك كيف عم تتصرف، دايما في استضعاف لوجود المرأة، وهذا الشيء ان احنا كمان بدنا نتخطيه. الخطر الاول برأيي على المرأة هو نفسها، المرأة اللي بتستضعف نفسها بده يستضعف الآخرين.
فالقوة المرة مش هي من إن تكون خشنة أو حاملة فرد عم تقوس أو عندها شبيحة معها، مثل ما هو صار تفسير الحديث للقوة بهذا البلد، وإنما قوة المرة هو ثقتها بقدراتها الذهنية والشخصية والطباعية، وخصوصا لما تكون هي صاحبة حق. فاستضعاف الآخرين للمرة بيبدأ من أنه هي ما عندها الثقة الكافية بقوتها بخوض غمار العمل بمجتمع في تحديات كبيرة، مجتمع اللبناني تحديات تفوق أي مجتمع تاني، وخصوصا الفساد والفشل الإدارات وانفلات الأمن وتشكيل دويلات داخل دولة وانفلات السلاح. يعني أي إنسان من خارج لبنان بده ينظر لهيك مجتمع، لأنه مجتمع خطير الوجود فيه، فما بالك أنه لما نكون عم نحكي عن امرأة عم تنزل لتمارس غمار العمل بهذا المجتمع. فبهذا المحل الفكرة، الأفكار النمطية على المرأة موجودة بعدها، وعم نشوفها خصوصا على المنابر السياسية بالطريقة اللي بيتم التعامل فيه من قبل نائب أو وزير أو سياسي مع امرأة تتحدث، سواء كانت هالمرأة سياسية أو كانت صاحبة خبرة. دائما بيميل الشخص اللي عم بيحدثها، وغالبا بيكون رجل بيتبنى أفكار أو شخصية ذكورية، بيكون عم بيحاول انه يرد عليا بمسائل بتتعلق بانوثتها، بشخصيتها، زوجك، بيك، صاحبك، يعني مسائل حياتك الشخصيه، بدل ما يناقشها بالمنطق وبالامور اللي بيناقشها بصلب الموضوع اللي هي عم تناقش فيه، بيحاول انه يصير هيك نوع من، يمكن لانه بيحاولوا يضربوا على النقطه الحساسه بحياتها. يعني المراه يمكن بتستنفر لما تجيب سيرتها، أنا بقول أكثر من هيك، بهيدي الطريقة بيكونوا عم بجربوا يأذوها، عم بيحاول يهينا. يعني بدنا نسمي، معلش بدنا نسمي حوادث مرق علي لبنان بالسنتين الأخيرتين، من مشهد اللي كان فيه النائب السابق أو الوزير السابق مرعبي على بيحكي الإعلاميين لما اللي بتسأله أين هو سعد الحريري بيقول ناطرك بالأوتيل، لا الوزير السابق جبران باسيل لما كان موجود بنيويورك وبيقول له للسفير الإماراتي عنا سكرتيرة أولى شقفة، لا هلأ من كم يوم قالي الفرزلي لما بيقول لوزيرة العدل بدك تشيلي جملة من فوق، تشيليه من فوق وحطيه تحت وبيضحك. هيدولي اللي عم يحكموا البلد لما يتعاملوا بهالطريقة مع نساء، هن أنداد لإلهم، عم بين هالصورة قدام المجتمع كله، كل العالم عم تسمع. يعني هون بنكون بينا صورة المرأة بشكل كتير مش صورة المرأة سيء، وبكونوا هن بهدل بحالهم، عم بيبينوا صورتهم يعني. لإلهم صحيح، عم بيبينوا صورتهم لإلهم كرجال أصحاب أفكار سكسست مسيئة للمرأة من حيث هي مرأة، وبتستصغرها وبتستصغر أنه يكون إلى الدور يوصله أنه يتحدث معها بندية، سواء بإطار مهني أو بإطار سياسي أو إعلامي. بيعتبر البعض أنه اليوم العالمي للمرأة هو إذا بدك مراجعة لنهار لمراجعة حقيقية واستعراض واقعي للمرأة بالدول أو بالمناطق اللي نحن عايشين فيها خاصة. نحن ناطرين هيدا النهار كل سنة لنقدر نبين هالحقوق المفقودة عند المرأة. هيدا انتقاد دائما صار، مش بس على عيد المرأة، على عيد العمال وعيد الأم وعيد الحب، أنه بالنهاية هيدي مناسبة دولية بيكون الهدف مثل ما حضرتك قلتي تماما هي مراجعة أوضاع هالقضية. المرأة صار لها يوم عالمي مش لأنه المرأة أفضل من الرجل كإنسانين بيتشاركوا المواطنة بأي مجتمع، على فكرة في يوم عالمي للرجل أيضا. طيب أوكي أوكي، بس هي لأنه بكل بساطة هي فئة مجتمعية بتشكل أكثر من نصف سكان العالم وأكثر من نصف سكان لبنان، وهي لا تعامل معاملة المواطن الذكر بكل بساطة لأنها امرأة. قدر المجتمعات يتغلبوا على هيدا الظلم المنهجي التاريخي عبر تحديث قوانينهم، ومنذكر أنه مش من زمان، بنصف القرن الماضي نحن بلشت المرأة في لبنان يكون عندها حق الانتخاب والترشح، من شي 70 سنة مش أكثر، وأيضا بأواسط القرن الماضي مثل بمعظم الدول العالم تقريبا، يعني هيدا الحق حديث نسبيا. فما حدا يعيب على اللي بمدافعين عن حقوق المرأة كإنسان لا يجب تمييزه لأنه امرأة، ما حدا يعيب أنه هيدا النقاش ما انتهى، لأنه التحديثات اللي صارت بقوانين العالم لسه بلبنان وبدول كثيرة دون المعدل المطلوب.
وخصوصا لجهة المشاركة السياسية اللي هي الحل بوضع الحد لهذا التمييز السلبي بين المرأة والرجل كمواطنين بأي بلد. بحسب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بيقول فيه أنه المشاركة والقيادة الكاملة والفعالة للمرأة بجميع مجالات الحياة بتدفع الجميع صوب التقدم إلى ما نطمح له. مع ذلك لا تزال المرأة خاصة بلبنان ممثلة تمثيل ناقص بالحياة السياسية والحياة العامة ومناصب صنع القرار. طيب وين المرأة اليوم بلبنان؟ وليش بعد ما أخذت حقوقها؟ ليش بعدنا بنحكي أنه لازم نأمن لها كوتا نسائية لنفرضها أنه تدخل بمجال العمل وصنع القرار؟ الكوتا النسائية انتقدت كثيرا وخصوصا من السياسيين الرجال، واعتبروها أنها مهينة للمرأة وكأنه هي بحاجة لرافعة لتقدر توصل على البرلمان ببلد يفترض أنه ديمقراطي وفي عندها حق الترشح بشكل حر وحق انتخابها كمان لازم يكون حر. بس هيدول السياسيين اللي عم يحكوا نسيوا أنه هن موجودين بفضل هن وصلوا على البرلمان بفضل نفس نظام الكوتا ولكن للطائفة. فإذا أنت بتعتبر أنه أي كوتا من شأنها أن يعني تكون معيبة على الشخص اللي عم يطلع من ضمنها لأنه لازم يكون دولة ديمقراطية مطلقة من دون تحديد كوتا لأي فئة مجتمعية، أنت لازم ترفض أنك تترشح بهيدي الانتخابات لأن فيها كوتا طائفية. نحن عم نقول أنه المرأة أهم من الطائفة. إذا الطوائف بلبنان لحتى لبنان يكون في عدالة للجميع يجب أن تكون ممثلة. أثبت لبنان بسياسات اللي حكموا أنه لا يوجد عدالة للنساء بدليل أنه لا يوجد نفس الحقوق للرجل والمرأة وأول حق الجنسية اللي هو أول حق بتاخده المرأة من بلدها هويتها. فطالما هيدول الذكور ذكور بمعنى مش رجال، النساء ثقبت أنه حكام ذكور عندهم ذكورية طبعا عم يحكمونا رافضين هيدا الحق للمرأة بشكل عنصري ما في له أي تفسير إلا عنصري غير العنصرية الطائفية ولكن عنصرية جندرية لأنه أنت بتسمح للرجل اللبناني أنه يتزوج من أي طائفة وأي جنسية بس المرأة لا خلينا نضل نعاملها كآباء وأوصياء عليا وعلى مين بدها تتزوج ومين بدها تخلف ومن وين. فنحن كرمال هيك وصلنا انا من الواصلين لقناعه انه لابد من الكوتا النسائيه بلبنان لانه كل الحكومات البرلمانات اثبتت ذكوريتها ولانه معلش 50 سنه او كل هالسنوات العقود اللي سبقت منح المراه حق الانتخاب واللي كانت فيها مهمشه وانكفأت رغما عنها مش غلط الكوتا بتجي لتعطيها الثقه بنفسها ولتجبر كمان المجتمعات اللي هي ابويه انها تبدا تبلع فكره انه انا مضطر انتخب 30% من انتخبوا النساء لانه ما في رجل من اللي عم يحكموا هلا واللي ما بدهم اللي ما بيفهموا ليش معيب انك تتعامل انت على الاعلام بطريقه سكسست مع امرأة أو ما بيفهموا ليش معيب أنك تقول إيه لا المرأة ما بدي إياها يكون عندها حق جنسية مثل الرجل مش حيقدر هيدا الرجل أنه يأمن العدالة الاجتماعية بهالبلد اللي لازم تكون للنساء والرجال والأطفال والأطفال هن امتداء للنساء أكثر من الرجال لأسباب البيولوجية والثقافية والتقليدية. ما في شك أنه كمان بدنا نذكر أنه اليوم العالمي للمرأة هو بلش من بعد احتجاجات لنساء بالولايات المتحدة قاموا وانتفضوا على وقعهم. يعني نحن هلا بهيدا المناسبة اليوم أنه ليكم من أي متى والنساء موجودة، ليكم من أي متى والنساء عم بتطالب بحقوقها، ليكم من أي متى نحن قادرين أنه نغير، يعني وحتى بلبنان بنعرف قديش المرأة كانت لها دور بالاحتجاجات من زمان وجاي، يعني كانت تكون بأول الصفوف الأمامية بالاحتجاجات اللي عاشها لبنان وتاريخه. يعني بعدنا للأسف بعدنا عم نفكر أنه كيف هيدا الشخص أو هيدا المسؤول بعده بيحكي عن المرأة بهيدي الطريقة وهناك مثال لا يعد من النساء اللي غيروا وجه لبنان الحضاري. نحن ما عنا أصلا قوانين للتحرش اللفظي لهلا، ما عنا قانون تحرش لفظي، عنا قانون الإيذاء بدني أو معنوي. فنحن كمان هذه سبب إضافي لنذكر أنه هذا الجرم عم يتمارس بشكل مشهود من سياسيين على من سيتحرك؟ مين بيقدر يتحرك؟ صاحب المصلحة أنه يتحرك. يعني لابد من تحديث قوانيننا لسلسلة قضايا بتتعلق بالمرأة من موضوع. وصار في تحديث بالفترة الأخيرة، ما فينا ننكر أنه ما صار في بعض الإنجازات ولو أنه بحاجة ل
إصلاح ولمزيد من التحسين من بينات القوانين الخاصة بحماية المرأة بال2011 من العنف المنزلي وسائر أفراد الأسرة مش بس هي، وتعديل قانون العقوبات لحتى تساوي بين الرجل والمرأة بجرم الزنا اللي هو كانت المرأة تعاقب أكثر من الرجل، وأيضا إلغاء المفهوم جريمة الشرف اللي هو كان يجعل لأي شخص يقتل امرأة بحجة أنه عم يحمي شرفه ويفلت من العقاب او رغم هالشيء بتقول اليومن رايتس ووتش انه حقوق المراه اللبنانيه لم تحترم والسلطات اللبنانيه لم تفي بالتزاماتها القانونيه الدوليه لحمايه النساء والفتيات من العنف ووقف التمييز ضدهم. يعني بعدنا لليوم باخر تقرير لليومن رايتس ووتش بتقول انه النساء ما زالوا بالخطر، عايشين بعنف، عايشين بعنصريه، عايشين بوضع غير مستقر. لأنه بكل بساطة ما بكفي يصدر قانون، لازم يتنفذ. يعني على سبيل المثال قانون حماية المرأة من العنف الأسري وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بيعطي الحق للقضاء أنه يخرج الرجل من منزل تم التأكد أنه عم بيمارس الرجل العنف على امرأة إذا هي ما عندها مكان تاني، يعني إذا هي بدها تبقى وما لها مكان تاني. بالمناطق بكتير بكذا منطقة كان القضاة عم يمتنعوا عن هذا الشيء، من بيناتها مثلا بمنطقة بجبل لبنان وخصوصا بمناطق مثل الضاحية وغيرها، يعني مش بس الضاحية، بس أنا عم بحكي عن أمثلة مرقت بملفات معي. فالمناطق اللي بيكون فيها سلطات محلية أقوى من القانون، القضاء فشل بتطبيق القانون أو حتى ما فشل، يعني مش أنه أعطاني قرار روحي طبقي إذا بتقدري، ما أعطاني حتى قرار، يعني أنه خلينا نحلها بطريقة تانية. فبعتقد هذا المقصود، لأنه السلطات اليوم اللبنانية مش بس هي السلطات التنفيذية وإذا هي السلطات القضائية، طبعا غير موضوع الجنسية اللي لهلأ بعده معلق. أكيد يعني اليوم اللي بدنا نوصله أنه المرأة لازالت عم بتعيش بهالضعف، ما زالت عم بتعيش، خاصة يعني هلأ اتطبقت هالقوانين، لكن في جمعيات كمان عم بتتابع مواضيع العنف ضد المرأة ومواضيع النساء. هل عم بتكون هالجمعيات لحالة قادرة تكافي هالعدد الكبير من النساء اللي عم بيتعرضوا للعنف؟ عم بتقول أنه في وسائط، حتى أصحاب الجمعيات كمان أيام بينجبروا يخضعوا لسياسة معين، لمحامي معين، لقاضي معين. يعني بتلاقي المرأة بعدها خايفة أنه تعلن شو عم بيصير معها، وهالقوانين اللي عم بتصير كمان عم بتروح إلى أماكن ما عم تاخد حقها فيها، يعني للأسف. أكيد العنف المنزلي بلبنان بعده مستمر وبعده موجود، ما بعرف حاليا النسبة كيف، بس هي بفترة من 7 سنين أو 8 سنين كان في مرة عم تقتل كل شهر، عم تموت قتلا من جراء العنف المنزلي. ونحن اليوم هلأ بفترة كورونا، يعني العنف المنزلي زاد بسبب الضغوطات الاقتصادية والنفسية. اللي بعرفه أنه محاكم الدينية بفترة الإغفال كانت شبه معلقة أو مسكرة، قضاء العجل كان عم بيحاول يتدخل بمسائل من هذه النوع بس يعني بشكل دون فعلا بحاجة له هذه المجتمعات. أنا حتى بعرف في مجتمعات اللاجئين مش بس المجتمعات اللبنانيين، العنف المنزلي ارتفع منسوبه مع ارتفاع الضائقة المادية والاقتصادية. كل شيء بيرد على بعضه. بموضوع المرأة لابد من تطبيق القانون واحترامه، لاحترام القانون وتطبيقه لابد من سلطات قضائية وأمنية قوية بتطبقه وكفؤة، بمعنى أنه ما بتضيع وقت. هذا الشيء ما عندنا يا بلبنان. دور الجمعيات، دور الجمعيات هل عم بيكون كافي؟ محدود. يعني الجمعيات ما قدرت تقدم ملاذ آمن. ملاذ آمن اليوم مرأة هي عم تنضرب ومهددة بالموت وبدها تطلع من بيت بيها أو زوجها، ما عندهم ملاذ آمن الجمعيات يقدموه غير بحالات كتير استثنائية، كتير كتير استثنائية. يعني أنا مرق معي حالات ويتصلوا بجمعيات من دون تسميات وتقول لها أنا بي رفع علي وحدة عمرها 17 سنة، والدي رفع علي المسدس، ما بيقدروا يحموها، ما والدي رجل دولة، فهن يتلبكوا يقولوا أنت قاصر ما فينا نعمل شيء. بالعكس، ما انت بتحكي اتحاد حمايه الاحداث برعايته بيجوا بيقدموا لها ملاذ امن. هي الجمعيات ما قادره تقدم الكافي غير يمكن على صعيد الاويرنس التوعيه، وحتى بموضوع التوعيه مرات بيكون في بعض، مثل طلع فيديو من فتره لاحدى جمعيات كان مثير للجدل عن المراه سموه بقلاوة، انه هي صحيح. دوما ينظر لها كبقلاوة. بدنا ننتبه انه هذه الاعلانات كمان عم بتكرس افكار نمطيه عم نطلع منها.
عم نطلع منها. يعني ما بترجي انت بالفكره النمطيه، انت عم تعملي توعيه. بس للاسف ماتر يعني بعدنا عايشينها، بعدنا عايشينها كل يوم بيومياتنا، بعد بنحاربها. بعد الرجال بيطلعوا بالمراه بنظره انثويه انه النساء ايه، بس انت لتجيبي بيلطشوها، بعدها معرضه اذا مشيت بين مجتمع كله رجال انه يطلعوا فيها بطريقه مختلفه. يعني بعد ما طلعنا، يعني نحن عم نحاول نطلع بس بعدها للاسف بعدنا عايشينها، وخاصه إذا يمكن هون ببيروت شوي غير أو بمناطق منفتحة أكثر من غيرها، لكن بعدها موجودة. موجودة، بس نحن بدنا نكف عن التعامل مع هيدي الجرائم اللي عم تحصل بحق المرأة. يعني نحن لما نتعامل مع هاي الجرائم ونذكر يعني بالمنطق اللي إنه هيدي مرتك، هيدي أختك، هيدي بنتك، كون حنون معها. أنت عم تتعاملي مع شخص عم يرتكب جريمة، هي جريمة موصوفة صارت خلص، عملوا لها قانون خاص للعنف المنزلي للي ما عم يستوعب أنه هيدا جريمة، لأنه عندنا قانون الإيذاء والضرب بس ما كانوا عم يطبقوا بالمخافر أنه هيدي أحوال شخصية روحوا تصالحوا. هي كانوا يتعاطوا مع أي حدا جاي بموضوع عنف أسري، ولما نقول عنف أسري مش معناتها الناس بيفكروا أنه والله واحدة ضربت كف، اللي هو كمان جريمة وعنف أسري لأنه في إذلال للكرامة، ولكن نحن عم نحكي عن عنف الأسري اللي عم يوصل لدرجات خطيرة عم تعطوا بالمرأة أو عم تفوتها على المستشفى، واللي هي بتبلش بضربة الكف لأنه بينسكت عنها من أول مرة. والقضاء والدولة ما عم بتكون جدية بهذا الموضوع. كانت جدية بما فيه الكفاية تطلع قانون، ولو كتير قالوا أنه ممكن يكون أفضل، بس ما عم تكون جدية بتطبيق هذا الشيء قد ما لازم. رغم أنه أنا والله بعرف في بعض المخافر يعني فعلا بيجيهم اتصال بيروحوا دغري على البيت، وفي مخافر لا حسب المنطقة وحسب المخفر. بدنا نرجع كمان شوي، يعني نحن كلنا بنعرف أنه الأم هي اللي بتربي، هي بتربي الرجال القيادات، هي بتربي الحكام بدرجة كبيرة، هي بتربي الأشخاص الموجودة معها بالبيت. يعني بنتها اللي عم تتعرض للعنف ما هي موجودة كمان. يعني هون قديش دور قبل ما نحكي عن دور الدولة، يعني هون بدنا نحكي عن الدور اللي كمان معطى للأم أو للمرأة. صحيح، المرأة لازم تبدأ أنها يعني هون تمكين المرأة وتقويتها بده يبلش من نفسها. بس ما أنا كمان بقول لحالي أنه كمان ما كون كتير جلادين نحن على النساء اللي هن متبنيين هيدي الأفكار النمطية ضد نفسهم. يعني المرأة اليوم اللي هي عايشة ببيئة ما بتعرف غيرها، محافظة أيا كانت المسيحية أو مسلمة، وبالنسبة لها أنها تروح تتشكى بالمخفر على بيها أو على زوجها هيدي فضيحة. صحيح. أو بالنسبة لها بتخاف من أنه يرجع يضربها، وخصوصا إذا المخفر بيعرف بيها مثلا. فهيدولي بدون فعلا تدخل من الدولة، مش من بس الدولة السلطة المحلية، من الدولة. اتحاد حماية الأحداث كمان عم بيحاول، بس يعني اتحاد حماية الأحداث مثلا اللي هو بيساعد القاصرين والقاصرات بهيك جرائم ما عم يقبض معاشاته من سنتين. يعني نحن فعلا ببل دولة عم تنهار يعني، وهذا الشيء بيأثر دائما على الفئات الأكثر ضعفا، والمرأة للأسف بهذا المجتمع هي من الفئات المستضعفة، منا ضعيفة بطبيعتها يعني ولكن مستضعفة. نحن هون عم نشجع أو ما عم نشجع النساء تروح تتشكى. المفروض انه بالحملات التوعيه اللي صارت والاستصدار القانون انه هذا كان يكون بحد ذاته تشجيع، بس مع الوقت وخصوصا مع تطبيق القانون اللي هو بأول فترة كان أنا برأيي إيجابي أكثر من لاحقا. لاحقا صار في نوع من حسب يعني في مناطق فعلا ما التزمت فيه، في قضاه ما التزموا بتطبيقه وصاروا يروحوا على التسوية الودية أو على كسب الوقت أو روحوا على المحكمة الدينية ومنشوف. فلازم يكون التوعية بهذا الموضوع من قبل الدولة. يعني بكفي بقى بتطلع جمعيات تحكي، ليش الدولة عندها الدولة بيحق لها اليوم بوسائل الإعلام المحلية اللبنانية يكون في إعلانات ترويجية توعوية للقوانين المحلية؟ ليش أنتم ما عم تكونوا حاسمين بموضوع أي عنف منزلي أو حتى عنف داخل مكان العمل؟ هلا عم يبحثوا قانون بيتعلق بالعنف والتحرش الجنسي كمان داخل أماكن العمل، فليش ما بيكون فيها التوعية على التلفزيون كل يوم للمرأة؟ في تغير، في صار وعي أكتر، في صار بيعطى الهم الرجل من أنه يقوم أو بيضرب حساب أنه يقوم بهالأعمال التحرشية إذا بدنا نقول. يعني تغيرت شوي الأجواء. الرجل المرتكب لهي الجرائم اللي ما بيشعر، نحن انا بدي اروح اتشكى ايه؟ عليك، هل عم بيعطى له هم؟ اللي ما بيشعر ايه انا بيعطى له هم من دون شك، بس اللي ما بيشعر بانه في رادع له بمنطقته، لانه بدي ارجع اقول لك كمان واجهتنا مشكله المناطق. صحيح. يعني مثلا ببيروت كمان، يعني هيدا البلد بلد الوسائط، مناطق الوسائط، بس الوسائط ما بتمشي اذا القاضي قبضاي. يعني اذا انا والله رحت على بيعرف لنقول زوجة ضربه
نزلت على المخفر، المخفر بيعرفه صاحبه أو بيعرف حدا بيعرفه، فصار يقول لا روحي ما في داعي، ما افتح محضر، ما كذا ما كذا. راحت حكيت محامي أو حكيت جمعية، راحت قدمت شكوى بالنيابة بوقت تروح على المخفر. القاضي ما بيقدر المخفر أنه يتحدى سلطته إذا كان عن جد قاضي قبضاي، بحيله على التحقيق للمخفر بكل بساطة. بس مشكلتنا مع القضاة اللي عم يعملوا رقابة ذاتية بمناطق هن ما قادرين يخضعوا فيها المخافر حقيقة لسلطتهم، أو أنهم يجعلون يتفشون ليتحدوا سلطات محلية مش رسمية. بيمتثل لبنان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو المقررة مبدئيا بيونيو حزيران 2021، لم تحرز البلاد أي تقدم بتطبيق. لا نحن عنا تحفظ كمان، لبنان تحفظ على بعض يعني مواد عدة بهيدا بهالاتفاقية، من بيناتها الحقوق المتساوية في الزواج، تحفظ عليها إنه نحن عنا محاكم دينية ما تقولوا لنا، أو حق الطفل بنسب الجنسية حتى هيدي تحفظ عليها إنه، ولو حق المرأة عفوا بمنح الجنسية، يعني التساوي بالحقوق بين الرجلين لجهة الأحوال الشخصية تحفظ لبنان عليها بهالصفاقة بحجة الدين، مع أنه إذا بتفوتي حتى بالأديان كلياتها في إلى جوهرة، يعني شو بدك كل شيء بقشورة بيتعدل، بس جوهر الأديان كان تحقيق العدالة والخير، ما كان أنه تفضيل الرجل على المرأة. صحيح. حسب فهمي أنا للأديان. صحيح. يعني طيب شو عم تعملوا من هالناحية؟ يعني قادرين تعملوا أي تحرك لتدفعوا الدولة أنه تعمل إصلاحات طفيفة؟ يعني بنعرف أنه الدولة هلأ متهاوية، نحن هلأ بفترة ما فيها أي شيء، ما عنا لا بنى تحتية، ما عنا بلد، ما عنا حكام، ما عنا قوانين، للأسف ما في أي شيء. بس أنه نترك هيدا الموضوع اليوم، نترك المرأة ونترك شو عم تتعرض له، لأنه في مشاكل تانية كمان عم بيعاني منها البلد. مش يعني في أولويات بهالناحية، بس أنه يعني أنت المجتمع عم بيعيشوا النساء عايشين أكيد. كمان طالما في جرم عم يرتكب وفي قانون بيعطي الحق يعني بيعطي لهالجرم صفة الجرم، لازم النساء اللي بيتعرضوا لهذا الجرم سواء كان جرم التمييز أو جرم التعنيف أو التحرش أو غيره لازم يلجأوا للقضاء. بس مشكلتنا اليوم صارت أنه القضاء مسكر بوابه بسبب كورونا، المجلس النواب كل ما أدري قديش عم بيراجع تعديلات أو مشاريع قوانين، التظاهرات نفسها بسبب الإقفال يعني توقفت وهلأ عم ترجع، إن شاء الله بترجع بنفس الزخم، بس يا ريت بتكتيك كمان أجدد. بهيدا اللوك داون والمحاكم مسكرة كمان مصيبة، الناس ضاعت حقوقها. شو عم بصير بالنساء اليوم بهيدا الفترة؟ مصيبة، يعني لازم عن جد نعمل دراسة عن فشل القضاء بلبنان بفترة الإقفال بالإلمام بوظيفته. يعني أنت سلطة، أنت منك مؤسسة ولا عامة اسمها وزارة العدل وتابعة لها محاكم، أنت السلطة الثالثة بالبلد، أنت اللي بتحاسب اللي عم يرتكب جرائم من السلطة التنفيذية ومن المواطنين، فأنت لازم تكون أشد وعيا وأشد يقظة بهذه المرحلة، ولازم يكونوا حاضرين يعني ما موجودين. لا لا لا، تسكرت المحاكم المدنية كلها، المحاكم الدينية تسكرت إلا بحالات استثنائية مثل حدا عم يطلب نفقة، المحاكم الجزائية يعني نحن محاكم جزائية مثلا بتروحي هلا كنتي لنقول اذا بدك تروحي ضمن الاغفال على مخفر تقدمي شكوى عنف منزلي، اذا ما في ضرب بمعنى الدم نازل وسايح وسبتي بالمستشفى روحي قدميها بالنيابة، شك بلا رصيد يعني ما مشوا شكاوى، احتلال محلات ودكاكين محتلوها، يعني تهديد بالوقت اللي طبعا اذا في اي كلام صدر عن شخص ضد مسؤولين دغري بيستدعون دغري على المباحث الجنائيه للادلاء بفيلتهم فورا بنص دين الاقفال. يعني هلا لليوم بعد ما عم نشوف توقيفات لنساء محتجات لا ما صارت، ما بعرف اذا يعني ان شاء الله ما اكون غلطانه، بس صار في استدعاءات لنساء على المخافر على خلفية مشاركتهم بالثورة. اليوم شدنا على وضع نصب تذكاري لسحر فارس اللي توفيت الشهيدة بانفجار مرفق بيروت. يعني بهيدا المناسبة هيك شو بتقولي؟ شو بدها تساعد تأدي الساحات؟ يعني على كتر ما مات لبنانيين بأزمات لبنان والجرائم اللي ما حدا عم يكتشف فاعليها بلبنان لهلا، بقول انه تفجير مرفق بيروت اللي ضرب اللبنانيين نساء ورجالا واطفالا
ما بتوقع من قضاء منه مستقل بلبنان، يعني الحكومة معينة قضاء لحتى يحطها بالحبس بالنهاية بهالبساطة المنطق، ما بتوقع من هذا القضاء أنه يقدر يحقق بشكل مستقل ويحاسب عن جد الفاعلين الحقيقيين. وبتمنى أنه يكون في تحرك حقيقي لحتى يكون في بعد دولي لأي تحقيق، مش على نمط التحقيقات بمقتل الحريري واللي بعده، وإنما على نمط لجنة تقصي حقائق بعينة الأمين العام بشكل مستقل، لأن الأمم المتحدة تضررت مبانية في لبنان، فبيقول له حق الأمين العام يعمل هيدا الشيء. بس ما بتوقع أيضا من السلطات اللبنانية إنها ترغب بتدخل أي عين خارجية على التحقيقات اللي هي بدها تطمس فيها الحقيقة ببساطة، لأنه معظم اللي عم يحكموا لبنان، معظمهم مش عم نقول كلهم معنا دليل، بس معظمهم بالمنطق القانوني والمسؤوليات الإدارية مسؤولين عن هيدي الجريمة الإرهابية. دايما كانت النساء بلبنان بمقدمة الحركات الاحتجاجية، ذكرنا هالشيء، كانت رمز للأناقة، رمز للثقافة، ورمز للنضال. هيك بكلمة أخيرة، شو بتقول اليوم للمرأة اللبنانية؟ المرأة اللبنانية بالثورة بالسنة ونص الأخرانيين ثبتت أنه هي فعلا رأس حربة المعارضة اللبنانية الجديدة، اللي هي ناس مش متحزبين وناس مؤمنين أنه هالعصابة اللي عم تحكمنا كلياتهم عصابات من دون استثناء، وبمعزل عن نسب المسؤوليات. فهذه المرأة المفروض أنها تتشجع لتكون عم تشتغل سياسي، لأنه النزول على الشارع هو عمل سياسي، ولكن لازم تشتغل سياسي بالترشح للانتخابات وبأنها تكون عم تحكم هذا البلد. وكثير الدراسات العلمية اللي أظهرت مدى النتائج الإيجابية لحكم المرأة وقيادتها بدول على مستوى انحسار الفساد وزيادة الانتاجية. قبل ما نختم حلقتنا، يعني بدي أطلب منك هيك، في أي خطوات المرأة غير أنها تدخل بالمجال السياسي، وغير أنه يعني أنا ضد أنه فكرة لازم المرأة تدخل بالمجال السياسي، عندها المقومات مثل الرجل لازم تدخل بالمجال السياسي. يعني أنا ضد أنه فكرة نفرضها فرض، لأنه هي فرضها حالة أصلا ضد الكوتا الإلزامية، ضد الكوتا الإلزامية أكيد. فشو قادرين نقول للمرأة اللبنانية اليوم؟ شو قادرين نعملها؟ شو قادرين ندافع عنها وندافع عن حقوقها؟ حضرتك كمحامية وناشطة بهيدا الأمور، أوكي عم تنزل على الشارع، نساء، رجال، كبار، أطفال، كلهم عم ينزلوا على الشارع، لكن هي شو قادرة تغير؟ شو قادرة تثبت حالها؟ هلا بس بذكر إنه الكوتا الإلزامية مش بالضرورة بالانتخاب، وإنما بالترشح. يعني انه هن فرضوا نسبه من اللائحه المره الماضيه 20%، لازم تكون 50% انا برايي، بس تفرض الانتخاب فرضا على القوائم الحزبيه، يعني مش على النساء. في فجوه كبيره نحن بيننا وبين المناطق الغربيه، يعني الدول الغربيه، عفوا السعوديه في نسبه تمثيل بمجالس المحليه 30% للنساء، ليش نحن ما عندنا؟ ليش بالسودان في نحن ما عندنا؟ لانه فرضوا الكوتا الالزاميه كمرحله مؤقته، انا ما عم اقولها للابد، بس لبلشوا الافكار النمطيه واللي بجانب منها مش بس ذكوري وانما ريفي ايضا يتغيروا مع الوقت. ماتر ديالا شحادي، المحامية والناشطة بحقوق الإنسان، أنا بدي أتشكرك كثير على هالمقابلة. أهلا وسهلا فيك باستوديو نور الشباب، أول مرة بتطلع علينا من هون، وحضرتك امرأة مناضلة وقوية وأثبتت حالك بمجالك، فيعطيك ألف عافية وينعاد عليك مرة جديدة. مرسي لك. إذن مشاهدينا، لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا. ملتقانا بيتجدد معكم بعد شوي ببرنامج صلوا معنا، لنرفع سوا صلواتنا من أجل لبنان، من أجل قداسة البابا وختام زيارته إلى العراق، ومن أجل كل امرأة ما زالت عم بتعاني من العنف والعنصرية والتضييق. إلى اللقاء.